شباب. هنا بيقول لي rise scientific term of war strings of particles that formed by the turning of DNA molecule around the clusters of histone in the chromosome. الشرايط تمام او العقد الناتجة عن لفلفة الدي ان اي حوالين عناقيد كلاسترز من الهيستونز بتاع في داخل الكروموسوم. اسمها ايه الحاجات دي؟ اسمها نيوكليوسومز. تمام. طيب عندي هنا بيقول لي a small circular DNA molecules that found in some types of bacteria. الدي ان اي الصغير كده ومدور سيركلر موجود في بعض انواع البكتيريا هنقول له البلازميدز. الايه؟ البلازميدز. هنا كويستشن يا شباب بيقول لي التيرز والسلايفا. التيرز اللي هي الدموع والسلايفا اللي هي اللعاب اللي في البق are considered from the means of natural immunity. ليه الدموع واللعاب اللي في بقنا بيعتبر مناعة طبيعية natural immunity مش متخصصة مش specific. تمام. يعني الدموع والحاجات دي مش هتتعامل مع فيروس ولا بكتيريا تعامل خاص، لا هو كل الفيروسات وكل البكتيريا هو الطريقة اللي بتتعامل بيها. تمام. سواء كيميائية او مناعية بتتعامل بيها مع كل الانواع الميكروبات، لذلك هي في ميكروبات كتير بتعدي منها. تمام خلاص. فهنقول له ليه give reason ليه، هنقول له due to non-specific or innate immunity يعني مناعة غير متخصص. تمام. ليه؟ لان التيرز اللي هي الدموع contain antimicrobial structure and enzymes lyse microbes. طب السلايفا contain substance kill microbes and enzyme dissolve microbes.